بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كلما ذكرك ربنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، والرضا عن آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، كنا عند الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام من كتاب الزكاة، وهو الحديث الثاني من أحاديث زكاة الفطر، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زكاة الفطر، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فعدد رضي الله عنه ما تكون منه زكاة الفطر، وأنها تكون من الأصناف المذكورة، فهي من طعام، صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط. وقلنا الأقط هو اللبن المجفف اليابس الصلب الذي يشبه الطباشير الذي نكسب به في السبورة، يصبح اللبن كقطعة طبشورة، الطبشورة البيضاء، هذا هو الأقط، يقال الأقط والأقط والإقط، وهو مثلث. وقلنا في الحصة الماضية توجد عندنا بعض الكلمات التي هي مثلثة، تكون الكلمة مثلثة، ويكون الاسم من أسماء الرجال مثلثاً، يعني مثلثاً أنه ينطق على وجوه ثلاثة، فإن فتحت أصبت، وإن كسرت أصبت، وإن ضممت أصبت، فتقول في الاسم مندل بالفتح، وتقول مندل بالكسر، وتقول مندل بالضم، فيسمى هذا مثلثاً. هذا المثلث يجوز فيه الحركات الثلاثة. فهكذا كلمة الأقط هي مثلثة، يجوز فيها وجوه متعددة. أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، لما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء ما هي؟ هي الحنطة، تسمى الحنطة السمراء، فهي نوع من أنواع البر، وهي السمراء الشام، وهي مذكورة معروفة متميزة متميزة. لما جاءت سمراء الشام، وقلنا هذه هي التي ذكرت في تلك الأشعار القديمة: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. الأشعار التي قيلت في قدومه عليه الصلاة والسلام، من جملة ما قيل أو كان يقال، ما يقال في المناسبات أو في الأعراس، أنهم ينشدن، أنهن أي النساء ينشدن فيقولن: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. العذاري اللي هي النساء العازلة، النساء الأبكار، فهن العذارة من النساء. إذن سمراء الشام، لما جاءت سمراء الشام، ولما قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء،
جاء معاوية إلى أي مكان؟ إلى الشام. أين اشتهر معاوية؟ اشتهر في الشام، وهو قرشي أموي من مكة، ولكنه آل أمره إلى المدينة مع المسلمين، ثم بعد ذلك إلى الشام، وحكم الشام رضي الله عنه زمنا، فعمر الشام، وله ذكر كثير في الشام رضي الله عنه وأرضاه، وقد ولي الولاية أو الولايات لعثمان رضي الله عنه، وذاك باب يحتاج إلى حصة كاملة في حق معاوية رضي الله عنه. وقلنا هو خال المؤمنين، هو خال المؤمنين لأن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هي أخته، هي أخته وهي أم المؤمنين، فأخوها خال المؤمنين. ومن ثم أهل السنة والجماعة يقولون معاوية خال المؤمنين. وذكرت في الحصة الماضية رسالة قيمة مفيدة بليغة ألفها أحد العلماء وهو أبو يعلى الفراء، سماها تنزيه خال المؤمنين عن المطاعن، تنزيه خال المؤمنين. فإذن لما جاء معاوية لحكم الشام وجاءت السمراء التي الحنطة السمراء، القمح الأسمر الجيد المذكور الموصوف بهذا الوصف المعروف الذي يتغنى به الناس، قال من القائل؟ معاوية رضي الله عنه، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، مدا من الحنطة السمراء من سمراء الشام تعدل مدين من غيره. ومعنى ذلك أنه فضل سمراء الشام وجعل حكمها مختلفا عن بقية الأصناف المذكورة، والأصناف المذكورة كلها زكاة الفطر فيها صاع، صاع من حنطة، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من أخط، والصاع قلنا هو كم؟ 4 أمداد. فقال معاوية رضي الله عنه: أرى مدا من هذا، أي من سمراء الشام، يعدل مدين. ومعنى ذلك أن نصف صاع من بر أو من البر الأسمر أو سمراء الشام يكفي في زكاة الفطر، أما من الشعير والتمر والأقط وبقية الأصناف فلا بد أن تكون 4 أمداد التي هي صاع كامل. إذن ما الجديد في طرح معاوية أو في اجتهاد معاوية؟ هو أنه نقص زكاة الفطر في سمراء الشام وجعلها نصف المكيل، نصف المكيل، فهي فقط مدان، لأنه جعل هذه المد منها يساوي مدين من غيرها، فكم صارت زكاة الفطر من سمراء الشام؟ صارت مدين، أي نصف صاع هو زكاة الفطر في سمراء الشام، وأما الشعير وبقية الأصناف فلا بد أن تكون 4 أمداد التي تساوي صاعا كاملا. هذا هو الحديث وهذا هو أصله، وهو من أحاديث الصحيحين. والحديث ملحق بالمسند عند الأصوليين وعند علماء الحديث، لأن مثل هذا لا يأمر به
إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي يقول كنا نعطيها في زمن رسول الله. متى نسب الصحابي الفعل والعمل والقول والتصرف والتدبير إلى الزمن النبوي في حكم من الأحكام، فإن ذلك يسمى له حكم الرفع، أو يكون له حكم الرفع. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نعطيها في زمن رسول الله، هذا له حكم الرفع، لأنه نسب هذا الأمر إلى الزمن النبوي. ومعنى ذلك أن النبي حي وهو مطلع على ما يفعله الصحابة ومقر لهم، فهذا ظاهره أنه كلام الصحابي، لكن لما نسبه إلى الزمن النبوي كان له حكم الرفع. وهكذا في كل ما يرد على هذه الهيئة أو الشاكلة، كلما قال الصحابي كنا نقول ورسول الله حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نقول ورسول الله حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا له حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع؟ أي أنه يساوي قول النبي عليه الصلاة والسلام، يساوي قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى له حكم الرفع، يساوي قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما ورد عندك هذا الأصل افهمه أيها الطالب للعلم، أنه يكون له حكم المرفوع. كنا نقول ورسول الله حي، أي يرانا ويطلع علينا ويقرنا، فهي سنة تقريرية وسنة شائعة متداولة قائمة معمول بها في الزمن النبوي، والنبي موجود، والقائل الصحابي الذي هو المباشر للرواية وهو المباشر لهذا الذي يرويه، فهم باشروا زكاة الفطر يعرفونها، فيقول كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد، من هو؟ الخدري رضي الله عنه، أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي سألتزم في زكاة الفطر أن أخرجها كما كنت أخرجها، لا أغير. وأن سمراء الشام أيضا منها صاع وليس مدين، منها الصاع وليس مدين. إذن أبو سعيد خالف معاوية، والخلاف في أمور الأحكام وفي أمور الفروع الفقهية وارد بين الصحابة، لكن وروده يتسم بصفات، فهو خلاف علمي، والمشاهد فيه الصحابة، والصحابة يمتلكون أدوات الاجتهاد، ويمتلكون معرفة الكتاب والسنة، ويعرفون وقد تفقهوا في الدين، ويعرفون ما أحل الله وما حرم الله، ويقفون عند حدود الله، وينزهون الشريعة عن كل دخيل وعن كل مطعن رضوان الله عليهم.
هؤلاء هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعجبك أيها المسلم ويفيدك في علومك أنك تجد الصحابة يختلفون لتستفيد أنت فوائد علمية، لكي تتعلم أدب الاختلاف وتتعلم أدب الحوار والجدل وتتعلم أدب الاحترام على موائد العلم، كيف تكون محترما للعلم وكيف يكون المختلفون محترمين لبعضهم. منهم نأخذ الأدب رضوان الله عليهم، لأنهم تأدبوا بأدب النبي عليه الصلاة والسلام وورثوا الأدب عن نبيهم والعمل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه له مواقف من هذا القبيل. هذه بما تذكرنا، هذه الآن أمامنا الحديث في باب زكاة الفطر، لكنها بأي شيء تذكرنا؟ تذكرنا بصلاة العيد، لما قام أحد بني أمية أن يخالف في صلاة العيد، فأراد أن يجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة، فيقدم الخطبة كالجمعة ويؤخر الصلاة، مع أن صلاة العيد عكس صلاة الجمعة. صلاة العيد نصلي ثم نخطب، والجمعة نخطب ثم نصلي، هكذا ولا لا؟ نسيت صلاة العيد، لكن الجمعة عاقلين عليها، عاقلين على الجمعة. وأيهما أعقل عندكم في أذهانكم، الجمعة ولا العيد؟ لا العيد، العيد مرة في العام والجمعة في كل شهر، أربعة الجمعة، خمسة الجمعة. إذا الجمعة يدخل الخطيب يخطب ثم نصلي، صلاة العيد نصلي أولا ثم نخطب. عكسها بعضهم الأمر، والرواية في الصحيح، فقدم أو أراد أن يقدم الصلاة أو الخطبة على الصلاة ويجعلها كالجمعة لكي يستمع الناس إلى الخطبة، لأنه إذا أخر الصلاة فالناس ينتظرون الصلاة كالجمعة فسوف يستمعون رغم أنوفهم للخطبة، فأراد أن يقدم. فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة. فقال له الحاكم: قد ذهب ما كان هنالك، قد ذهب ما كان هنالك، إن الناس لا يجلسون لنا. قد ذهب ما كان هنالك، أي الزمن القديم، الزمن النبوي، مش هذاك الوقت الناس قاع ما تجلسوا. فرأى أن يعكس ترتيب صلاة العيد فيجعلها كالجمعة لكي يحبس الناس فيضطر إلى سماع الخطبة. قال بعضهم: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، لما أنكر التغيير قد أدى ما عليه. الشيء بالشيء يذكر، ولذلك جاء هذا عن أبي سعيد الخدري في صلاة العيد كما جاء عنه هنا في زكاة الفطر. نقف عند ألفاظ هذا الحديث. تقدم معنا ذكر الصاع وأنه أربعة أمداد، لا ينسى هذا، لا ينبغي أن ينسى، الصاع هو أربعة أمداد، والأربعة أمداد هي مكيل
كيل وليست ميزانا، هي كيل وليست ميزانا، والأصل هو الكيل أو الميزان هنا، الأصل هو الكيل وليس الميزان، لكن الناس بدأوا يزنون هذه الأشياء، فأربعة أمداد تعطي في الغالب بحسب الموزون، فإنك لو أخذت أربع حفنات من تمر ووزنتها شوف كم تعطيك، أربع حفنات من تمر كم ستعطيك، أربع حفنات من شعير كم تعطيك، أربع حفنات من قمح كم تعطيك، أربع حفنات من زبيب كم تعطيك من بالميزان، سوف تجد تفاوتا. فأكثر ما يكون أن الأربعة أمداد وهي الصاع تبتدئ من كيلوين ونصف، تزيد إلى أن تصل إلى 3 كيلوات تقريبا، وهي زكاة الفطر وهو الصاع المذكور في الأحاديث النبوية الذي يساوي 4 أمداد. ذكر الحديث قال صاعا من تمر، صاعا من طعام، الطعام المراد به هنا البر، البر هو المراد به الطعام ويطلق عليه الطعام، فذكره وذكر بعده الشعير، هذا يدل على أن المراد هنا بالطعام هو البر، لأن الشعير جاء بعده فذكر متفرقين صاعا من تمر. ورد في بعض ألفاظ الروايات كما في رواية عند أبي داود في السنن قال أو صاعا من حنطة، لكنها رواية غير محفوظة، أو صاعا من حنطة، ومهما يكون من أمر فهو البر الذي جاء ذكره في هذا الحديث، صاعا من بر. الأقط أو الإقط أو الأقط هذا تقدم الكلام عليه، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، غير منزوع الزبد. السمراء التي ذكرت في الحديث هي سمراء الشام، وهي الحنطة الشامية، وهي معروفة عند ذكرها يعرفها الذين يزاولون هذا الكيل ويعرفون هذه الأشياء أو المكيلات، يعرفون السمراء الشام. هنا ذكر أن الأقط مجزئ في الزكاة، في زكاة الفطر، اللبن اليابس مجزئ في زكاة الفطر، هكذا التصريح في هذا الحديث ومن أحاديث الصحيحين، والدلالة الصريحة لا تقبل المناقشة ولا تقبل الرد أو التفنيد، فالدلالة صريحة على إجزاء الأقط، وفيه رد على من منع الأقط أن يكون مجزيا في زكاة الفطر، بل هو مجز فيه. ورد الناس على الإمام ابن حزم رحمه الله الذي قال لا تقبل الزكاة من الأقط، والحديث صريح في أنه مجزئ. والأقط ذكر فيه الفقهاء بعض تفاصيل قد لا تعنيك أنت، والأقط لا يوجد في بلدك ويوجد في بلد غيرنا، لكن معرفة الشيء إذا كان له تعلق بالفقه ينفعنا، فقد تسأل وتجد عندك معلومة. الأقط فيه تفاصيل، هل يشترط فيه نوع معين؟ وهل من شرطه أن لا يكون مملحا؟ لأن كثرة الملح تفسده وتجعله مالحا زيادة، فإذا تصدق به أو جازت الصدقة به
وأخذه المتصدق عليه أو المسكين أو الفقير كيف يأكله؟ إذا زاد ملحه لا يؤكل، والملح الزائد في الطعام مانع من أكله، فإنما يكثر الملح فيما يخشى فساده، كما قال القديم: قال بالملح نصلح ما يمكن أو ما يجوز فساده، أو كما قال: بالملح نصلح ما قد يفسد. الملح يصلح الأشياء التي يجوز أن تفسد، فكثير من الأغذية إذا أضيف إليها الملح بقيت مدة طويلة. وخذ نماذج كثيرة، خذ القديد مثلا، وخذ غيره من الأشياء التي توضع فيها يوضع فيها الملح، فالملح ألا يكون كثيرا، وأن يكون الأقط أقطا مأكولا مقبولا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من حيث إنه حلال. والطعام الذي يكون أحسن عند أهله هو مقدم، لأن أحسن الصدقة ما كان أغلاها وأحسنها وأفضلها وأطيبها عند أهلها. فلا تعطي الناس في الصدقات ما يعافونه أو تشمئز منه نفوسهم وطباعهم، فيجب أن يكون أخطا جيدا ليس فيه ما أفسده ولا ما يمنع من استعماله، فيكون مما زاد ملحه. وهل يجزئ الأقط عند أهل البادية دون أهل المدينة لأنهم هم المشهورون بالأقط، أم أنه يجزئ في كل مكان؟ من جعله مجزئا لأهل البادية دون أهل المدينة لم يأتي بدليل، والأصل أن الحديث عمم ولم يفصل ولم يحدد للأقط جهة يدفع إليها في زكاة الفطر، فبقي الدليل على عمومه، لا يوجد ما يخصصه. فالأقط يخرجه أهل المدينة ويخرجه أهل البادية، ولا اختصاص له بأهل البادية، وهو الصحيح الذي قطع به جمهور الفقهاء. قول معاوية نقف عنده لأن فيه من الفقه والأدب العلمي والفوائد العلمية وأدب الاتباع وأدب الاختلاف، فيه جملة من الآداب. ومن المفيد أن الصحابة إذا اختلفوا اختلافهم فائدة، واختلافهم يفتح لنا أبوابا من العلم، واختلافهم نتعلم منه، فإن الاختلاف وارد. ومعاوية رضي الله عنه اجتهد، لكن الاجتهاد في مقابلة النص كل العلماء لا يقبلونه، وإنما يكون الاجتهاد عند انعدام النص، أما مع وجوده فلا اجتهاد مع وجود النص كما قرروا قاطبة. فلننظر إلى هذه الجمل. قال معاوية: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قاله على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، كما عند الإمام مسلم. وتابع معاوية بعض الفقهاء في جواز نصف صاع من الحنطة، وقدموا هذا الأمر على خبر الواحد الذي هو حديث الباب وحديث أبي سعيد الخدري، قدموه عليه، لكن الجمهور خالفوه في ذلك، خالفوا الإمام أبا حنيفة. وأن الجمهور يجيبون عن هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد وقول معاوية رضي الله عنه: أرى مدا من هذا يعدل مدين،
من حمح من سمراء الشام أجابوا بإجابة منها أنه قول الصحابي قد خالفه أبو سعيد وخالفه غيره من الصحابة ممن هو أطول منه صحبة وأعلم بأحوال الشارع. وقد علم أن الصحابة لا نعدم في واحد أو في أحد منهم فقها، فالصحابة كلهم معهم فقههم في دينهم، تفقهوا لعبادة الله، تفقهوا لمعرفة أحكام الله من حلال وحرام، تفقهوا لمعرفة الآداب الشرعية وما يلزمهم في دينهم. فما من صحابي إلا وهو كذلك، لكن لا بد أن يتفاوتوا في الفقه، فأفقههم فلان وأعلمهم بالحلال والحرام فلان، وأقضاهم زيد بن ثابت، وهكذا كل صحابي تميز بشيء. أعلمهم بأحاديث الفتن حذيفة بن اليمان، فهم معهم أصل الفقه ولكن زيادته وتفوق الفقه أو زيادة الفقه يتفاوتون فيها، فبعضهم أفقه من بعض وبعضهم أعلم من بعض، وفي حياتهم كانوا يعترفون لبعضهم بالأعلمية وبالأحقية في الفقه ويقولون اذهبوا إلى فلان فهو أعلم مني، اذهبوا إلى ابن مسعود فهو أعلم منا، اذهبوا إلى معاذ بن جبل فهو أعلم بالحلال والحرام، اذهبوا إلى فلان فهو أعلم بالقرآن منا. كانوا يرجعون إلى بعضهم في علومهم المختلفة مقرين بالفضل لبعضهم، لا يستنكفون من هذا الأمر ولا يستكبرون، تلك هي مزاياهم وأخلاقهم رضوان الله عليهم. إذن قول الصحابي يجب أن ينظر فيه هل خالفه الصحابة أم لا، لا يؤخذ بقول الصحابي مع وجود المخالف له من الصحابة، فينظر في خلافهم وينظر في أدلة كل منهم. وهنا خالفه أبو سعيد الخدري، خالف معاوية رضي الله عنهما، وخالفه جمع من الصحابة، بل عامة الصحابة يروون ما يرويه أبو سعيد الخدري، وأن سمراء الشام هي بر وهي من أنواع الطعام، وأن فيها الصاع كاملا وأنه ليست ناقصة، ففيها أربعة أمداد وليست مدين فقط. وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فهي كغيرها يشترط فيها الصاع فوجب اعتماده. الأمر الآخر أن معاوية عليه الرضا والرضوان والرحمات إلى يوم الدين أقر وصرح بأنه رأي رآه لم ينسبه إلى الشرع ولم ينسبه إلى حديث ولم ينسبه إلى حكم شرعي مقرر، بل هو رأي رآه. والعالم والمتفقه والفقيه كلهم قد يبدو لهم رأي،
وقد قال الأئمة جميعا هذا رأي رأيناه، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان سوى ذلك أو غير ذلك فمنا. فاعترف معاوية أو صرح بأنه رأي رآه، ولم يقل معاوية إنه سمع فيه حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم حاضرون متواجدون، فلم يوجد من يقر هذا الأمر، بل إن الإقرار هو أن هذه المذكورات زكاة الفطر منها صاع، صاع بتمام، بالتمام والكمال، لا تنقص حبة أبدا. فإذا لم يكن هناك شيء مما ذكر. وأبو سعيد الخدري ها هو يخالف معاوية رضي الله عنهما. إذن معاوية يصرح بأنه رأي رآه. في هذا الحديث دلالة على أن فعل الشيء في حياته صلى الله عليه وسلم حجة في فعله وتقريره، لأن الظاهر علمه صلى الله عليه وسلم. كيف والوحي كان ينزل، كان الوحي ينزل، فأيما أمر فيه نسبة إلى الزمن النبوي كنا نخرج زكاة الفطر في عهد النبي كذا، كنا نصلي العيد في زمن رسول الله، كنا نصوم رمضان ورسول الله بين أظهرنا، فنفعل ونفعل ونفعل في الصيام. أيما أمر قال فيه الصحابة بفعل شيء في الزمن النبوي فإنه حجة وأنه سنة تقريرية، لأن الوحي كان ينزل والنبي قد أقرهم على هذا الذي ذكروه. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء. من علم النص علم المسلم، علم طالب العلم، علم المتفقه، علم السالك سبيل العلم المتبع، علم الدليل وعلم النص. فهل مع علمه بالنص يصح منه أن يرجع إلى الاجتهاد، أن يرجع إلى اجتهاد العالم؟ يقول بعضهم قال لي فلان الحكم كذا، ورأيت في الدليل الحكم كذا مختلف عما قاله العالم، فالدليل يثبت والعالم ينفي، فهل يتبع الناس الدليل أم يتبع قول العالم النافي أو العكس؟ الأصل هو اتباع الدليل، واتباع الدليل لمن كان متبعا يفهم الدليل ويتفقه في الدليل ويعرف كلام العلماء ويميز الترجيح ويعرف أصولا علمية تؤهله لمعرفة العلم وتقريب المسائل إلى ذهنه تقريبا يوضح له ما يكون من العلماء من الاختلاف. إذا كان من هذا الصنف فلا شك أنه يتبع الدليل. إن كان رجلا كبير السن لا يفهم ولا يعلم ولا يستطيع أن يقرر الدليل، ولو قررت له الدليل لا يفهمه، وسوف تشغله أنت بتقرير الدليل والاستخراج أو الاستنباط من الدليل ومعرفة كيف يطابق الدليل المدلول أو المحتج له
سوف ينشغل وسوف يدوخ ويرتبك، لأنه رجل لا يفقه سواء كان كبيرا أو صغيرا. فهذا الذي يكون في درجة المقلد هذا ما يفهم ما ستقول له أنت، هذا أتركه يتبع ما تعلم من فقهاء زمانه وما وجد عليه العلماء في مساجده والفقهاء في محاربه، فيتبع ما يقولون له، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله عز وجل بسؤال أهل الذكر، وهذا الرجل العامي سأل أهل الذكر فقالوا له صل هكذا وصم هكذا وحج هكذا وزك هكذا، ففعل ما يقوله العلماء، هذا يسمى المقلد، فليس له إلا التقليد. أما إن كان من رتبة الاتباع فيختلف الأمر، وهما ثلاث رتب: رتبة الاجتهاد أعلاها لا يصل إليها إلا المجتهد، ورتبة الثانية الوسطى هي رتبة الاتباع، والرتبة الثالثة الأخيرة هي رتبة التقليد التي عليها كثير من المسلمين. فإذا لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص. فمعاوية رضي الله عنه هنا قد رجع لما بلغه حديث أبي سعيد الخدري وقال إن هو إلا رأي رأيته ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبرأ ساحته من أن يفهم عنه أنه يروي شيئا في هذا الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروي شيئا عن النبي. وفيه مكانة العلماء وخاصة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى الحق لما يتبين، وتمسكهم بالسنة حين تظهر لهم واضحة جلية رضوان الله عليهم، وأن علومهم تنأى بهم رضوان الله عليهم أن يجعلوا آراءهم في مقابلة حكم شرعي صريح من كتاب أو من سنة صحيحة، فالقوم دينهم لا يسمح لهم بهذا رضوان الله عليهم، فقد كانوا أهل اتباع وتسليم للحق حين يظهر، وهم أهل الأثر الأصليون الأثريون الأصليون، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم رواة الآثار الأوائل، وهم متبعوا الآثار رضوان الله عليهم، وهم السلف. إذا أطلقت كلمة السلف فالصحابة هم السلف رضوان الله عليهم. والمقصود أن معاوية تراجع. ثم في هذا الحديث دلالة على الثبوت على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من قال بخلافها، فإن الحق هو أحق أن يتبع، وظهور السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقضي منا التسليم. وقد قال الله عز وجل في الاتباع آيات كثيرة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. الآيات في الاتباع، في اتباع الدليل من الكتاب والسنة، هي أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة، فلا يرجع إلى غيرها عند ثبوتها،
ومن خالفها وجب أن يعلم، ووجب أن ينصح، وجب أن يرشد، وجب أن ينبه، وأن السنة هي كذا. وهو أمر يقع اليوم حين تجد أن بعض التوجهات المعاصرة التي استقت مادتها من شنشنة قديمة ومن جذر أو عرق قديم يرجع إلى المتكلمين القدامى الذين كانوا يعاكسون السنن، وكانوا يردون السنن، وكانوا ينعون على أهل الحديث ويطعنون في أهل الحديث، وأن أهل الحديث لا يفقهون الفقه إنما يحملون الأخبار. أولئك المتكلمون الذين شتموا أهل الحديث وعيروهم، وما أهل الحديث إلا زمرة رواة الآثار، وهم الذين نقلوا هذه الآثار، بل إن الصحابة هم أصل أهل الحديث، هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنن رضوان الله عليهم. فالاتجاه في كل حقبة تاريخية إلى الطعن في أهل الحديث ورد السنن جزافا واعتباطا وجناية وتمردا، لا يعجبه الحديث يرده، لا يرقه الحديث يبعده، ليس الحديث على عقله القاصر يقول هذا يخالف العقل، وهو عقل قاصر، والله لم يجعل الأحكام إلى عقول البشر، بل الله هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، والعقل تابع لا متبوع، العقل البشري تابع للشرع وليس متبوعا. قال الشاطبي: لو جعل العقل متبوعا والشرع تابعا لكان اختلافا، لكان خلفا. وهذه الشريعة مرجعها إلى الصحة والثبوت والصدق، وليس مرجعها إلى شيء من الخلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أين الاختلاف في القرآن؟ وأين الاختلاف في السنة؟ أدبهم العلماء القدامى، وما زال أهل العلم إلى يومنا هذا يؤدبون هؤلاء الذين يشتمون أهل الحديث ويطعنون في السنن، فكلما ظهرت سنة صحيحة قال هذه ليست حديثا. قال أحدهم على المكبر وعلى الراديو يروون حديثا يقول: نعم الإدام الخل، يروون حديثا يقول: نعم الإدام الخل. قال: ده ليس حديثا. وقالها على الراديو، فقال له العلماء وطلاب العلم وأهل الأثر وهم موجودون في كل الأزمان، موجودين في كل الدنيا، لا تخلو منهم أرض أهل الأثر وأهل السنة والاتباع. فقال له أهل الأثر: لا يا هذا، اسمع، الحديث الذي نفيت وجوده في الوجود هو حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، نعم الإدام الخل. فالخل نوع من أنواع الأذم، والأذم كثيرة، الأذم كثيرة، والعرب تأكل كسرة خبز وتأدم بها إداما، تجعل معها إداما، تأدمها بإدام، هذا كلام العرب القدامى. فينفون الأحاديث مع ثبوتها، ونفوا أحاديث حتى قال أحدهم، وأنا في محاضرة قديمة هنا في كلية الآداب، قال أحدهم في حديث نطقت به في أول المحاضرة، قال: هذا ليس بحديث. هو جالس أمامي، طويت الدفاتر والأوراق وأغلقت الميكروفون وقلت: والله لا أكمل الكلام،
لا أكمل الكلام حتى ننظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين، هل أنت محق أم مبطل؟ أنا أقول حديث في البخاري وأنت تقول هذا ليس حديثا، أنا لا 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 أكمل الكلام. افتحوا الكتب يا جماعة الخير، جيئونا بالبخاري، هل الحديث في البخاري أم لا؟ وقتها لم تكن هذه الوسائل، الهواتف والجوجل وهذه الأشياء لم تكن وقتها، فوقفت توقفت وقلت والله لن أكمل حتى إذا تبين أنه مخطئ يعتذر أمام الناس، وفعلا اعتذر أمام الناس فأكملت المحاضرة. يجب أن يربى، لأن الاعتراض ليس بالأمر الهين، كونك تعترض على واحد في قضية علمية يجب أن تكون ملما محيطا عارفا، ما تجيش وتعترض هكذا أبدا. التسرع بالاعتراض في أمر لا تعلمه سوف يخزيك، ترجع بخزي وندامة، وكله من تسرعك أيها المتسرع. في سنة 1997 ميلادية صليت صلاة الكسوف في العابدية، أين تقع العابدية؟ قربت شوية، قالت 500 كيلو، لكن ماشي 10,000 كيلو، وفرت علينا جزاك الله خيرا. العابدية هي عرفة، هي الحج عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كنت مدرسا في جامعة أم القرى في تلك الفترة في قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة أصول الدين، وذهبنا مع بعض الشباب 30 كيلو داخل العابدية داخل الصحراء، لا توجد أرض معبدة، إنما هي حجارة وحفر يعني مخيط لبن، وإذا بها كانت ليلة خسوف، كسوف وخسوف يتبادلان، وأكثرها الاستعمال هكذا، كسفت الشمس وخسف القمر. صلى بنا أحد الشباب الخسوف، صلينا خلفه، صلى بهيئة من هيئات صلاة الخسوف، أنا لا أستحضرها وأستحضر غيرها. حصلت معه قضية في الصلاة مختلفة عما في ذهني، ولم أستطع أن أعترض عليه أو أناقشه حتى أراجع علومي وأراجع محفوظاتي وأراجع ما في ذهني. الاعتراض ليس بالأمر السهل، أفضل لك أن لا تعترض حتى تفكر 10 مرات. كنت في شاطوغي، تعرفون شاطوغي أين تقع؟ شاطوغي هي بلاد الهنود الحمر، بلاد الهنود الحمر تبعد عن موريال 40 كيلو أو 50 كيلو، وكنت ألقي محاضرة وجئت إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقلت إن موسى كانت بنو إسرائيل عليه السلام كانت بنو إسرائيل تتهمه بأنه آذر بأنه آذر. قام واحد من الحاضرين في الوسط واعترض علي، قال دا آزر هو أبو إبراهيم، كيف تقول موسى وآزر؟ رأيتم أن الدعوة ليست سهلة يا إخوان، المتكلم بحضرة الجمهور إذا اعترض عليه قد يرتبك، قد يتلعثم، قد يخجل، لكن الله عز وجل هو الذي يعين. قال آزر أبو إبراهيم، قلت له أنا لا أتحدث عن آزر، أنا أتحدث عن آذر
هو خلط الزاي بالذال، ولأنهم ينطقون الذال زايا فحسب أن يتحدث عن آزر والد إبراهيم عليه السلام، إنما آزر بزاي، وآذر في العربية هي بألف بهذه الهمزة المدية وبجانبها ذال، ذال مش زاي، ذال آذر. والآذر هو رجل مريض به مرض في رجولته يسمى آذر، وهذا التهمة بني إسرائيل لموسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ورفعه الله مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. فإذا التسرع في رد السنن شنشنة قديمة تولتها فرق الخوارج، ردوا بعض السنن، والمعتزلة وبعض الذين يدعون العقلنة أو العقليين سماهم السلف الآرائيين، ما كانوا يقولون لهم العقليون أو العقلانيون، العقلانيون كلمة أكثر منهم، إنما سماهم السلف الآرائيين، وكانوا يسمونهم أهل الأهواء والبدع، ما كانوا يسمونهم بهذه الأسماء، العقليين، التجديديين، التنويريين، القرآنيين، هذه أسماء جديدة قدامى يسمونهم أهل الأهواء والبدع، ويحذرون من كل صاحب بدعة صريحة مفسدة للدين، يحذرون من مجالسته ومتابعته والاستماع إليه على الإطلاق. وانظر كتاب البدع لابن وضاح وهو قديم متقدم، البدع لأبي بكر الطرطوشي، البدع للإمام الشاطبي، البدع الذي سماه الاعتصام، البدع لابن الحاج العبدري في المدخل تكلم على البدع، البدع لبعض المعاصرين من أهل العلم من المغاربة اسمه القنوني كتب كتابا جيدا في البدع، هؤلاء المغاربة الأندلسيون كتبوا في البدع، وكتب في البدع العلماء قاطبة. والمقصود أن الثبوت على السنة هو الأصل، والعمل بها، وعدم الرجوع إلى قول من خالفها كائنا من كان، وقد قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.